السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي نبدأ فيديو جديد مع وزير التجارة الطيب زيتوني، يعترف بقوة مبادرة الصناعيين ويقول كلام قوي على المباشر. يعطيكم الصحة، ربحتوا مع ربي. شاهد الفيديو ولا تنسوا تعملوا قناة فضلا وليس أمرا. شاهد الفيديو. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، وماكم محتاجين حتى واحد يقولكم يعطيكم الصحة، لأن الإنسان اللي حب يدير يعني أنجست باري موش ينتظر لا جزاء ولا شكورا من أي كان. هذه كيبين سيد وزير التجارة طيب زيتوني، هذه كيبين ما يستنى حتى واحد يقول له شكرا ولا خدم على روحه خدم على وليداته. هذه ومن خلال هذه المبادرة برهنتم على أن الجزائري ليس جشع، على أن المتعامل الاقتصادي ماهوش تاع بروفيتاج برك ويستنى في لاوت سيزون باش يطلع وباش أنه يبروفيت مع الأظهار الجزائريين، لأن الحمد لله قدرتنا الشرائية لا بأس بها مقارنة ببعض الدول خاصة الجارة. إن شاء الله تكون الأسعار منخفضة في متناول الشعب الجزائري في هذا الشهر المبارك، إن شاء الله يا ربي تكون الأسعار هابطة باش القدرة الشرائية للمواطن يقدر يشري يقدر يصوم رمضان بالأنتيك. زيدوا كملوا الفيديو. لكن نقول بلي دائما فينا ناس يعني يطلبوا اننا نوقف بجانبهم ونساندهم، لكن ليس هذا هو الغرض الوحيد والهدف من هذه العمليه التي ابى عضوان من الحكومه ان يحضرها، لانها كذلك جاءت في وقتها لكي تبرز ذلك البعد الذي تكلمت عنه من انسانيه واخلاق وانتماء، لكن ايضا انه فيه بعض الناس اللي ممكن مازال ما لحقهمش الدرس. لازم تكون الرقابه تامه على التجار الكبار باش يكونوا الاسعار الخضر والفواكه في لازم يكونوا منخفضين باش الشعب الجزائري يفوت رمضان، بس كاين ناس ما عندهاش، كاين ناس ما هيش لاحقه عشا ليله ما عندهمش باش ما نكذبوش على بعضنا، ما عندهمش مناصب شغل، ما عندهمش بزاف حوايج. المهم خاوتي نزيدو نكملو الفيديو مع زيتوني الطيب، وما تنساش دير جيم كومنتير وتخلي الاشتراك باش يصلك كل ما هو جديد. واحد فيكم دار يعني من جهته ومن واجب اللي يشوف فيه هو يعني تخفيض معين تضامنا وتقربا من الله عز وجل، وان شاء الله تكون مكتوبه في ميزان حسناتكم، لانكم نقصتوا في الاسعار كما كنت نقول للاخ كمال، لكن طلعتوا في ليزاكسيون تاعكم مع ربي سبحانه في هذا الشهر الكريم. يا سي وزير التجاره مازالوا الاسعار طالعين، ونطلبوا منكم ان شاء الله ديروا حمله ديروا خرجه ميدانيه في صالح المواطن الجزائري في مع حلول شهر رمضان، اما او غدوه بعد ان شاء الله الحد ان شاء الله غدوه ديروا حمله ضد هذه الاسعار الخياليه في صالح المواطن الجزائري. اللي قال راهو جاي الشهر يلا هون بروفيتي، احنا اليوم راكم مديتوا درس جديد ومديتوا يعني بعد جديد للتضامن الوطني، مديتوا انه في شهر رمضان مش فقط شهر الناس اللي تطلع فيها الاسعار، احنا كمنتجين وراني نشوف اكثر من 50 او 60 يعني برودوي، كل منتجين اللي ينضموا اللي راح ينضموا، لانه سي كمال كان قال لي يعني الابواب راهي مفتوحه والناس راهي تلتحق افواجا بهذه المبادره، وهذه هي شيمه الجزائريين وهذه هي خصله الجزائريين في كل مره. احنا كمواطنين جزائريين نطلب منكم من سيادتكم المحترمه ديروا خرجه ميدانيه في صالح المواطن الجزائري ان شاء الله غدا الاحد، ان شاء الله يا ربي ينخفضوا الاسعار في جميع الولايات 58 ولايه، والمواطن يقدر يفوت رمضان كما يلزم الحال، ورمضان كريم لكل الجزائريين ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا والعافيه، وان شاء الله يفوت علينا بالخير والعافيه ان شاء الله. وما تنساش دير جيم كومنتير وتخلي اشتراك باش يصلك كل ما هو جديد.